الله الرحمن الرحيم. اسمعني، مرحبا بسعادتك وسادة المشاهدين. اهلا وسهلا. يا فندم، دي بيسموها تصريحات المناسبات. بمعنى ايه؟ عندنا يا فندم من يومين احد الفنانات المشهورات ودي زوجها عقيد شرطه، يعني ضابط في الشرطه، خرجت في استغاثه على الفنان امل رزق. نعم ايوه يا فندم، امل رزق على استغاثه، دي فنانه معروفه وجوزها ضابط شرطه، خرجت في استغاثه بتقول الحقوني انا هموت مش لاقي اسير امر كذا. قالت رحت المستشفى الفلاني المستشفى الثاني مش اي اماكن. الحقيقه يا فندم دي بتشرح ظاهره خطيره جدا في مصر لسنين طويله جدا. حضرتك يا فندم انا تابعت ما قاله مساعد الوزير، بيقول ان جالنا في الشهر الماضي 3644 مريض، قدرنا نعالج منهم 2300، يعني تقريبا ثلثين المرضى او نص المرضى والباقي لم يعالجهم. الحاجه دي كلها ارقام ايضا غير، يعني مش بالدقه الكافيه. ليه يا فندم؟ عندنا في مصر يا فندم عدد اسئله العنايه المركزه حاليا سرير لكل 16000 مواطن في المدن ولكل 22000 مواطن في الصعيد. دي نسبه خطيره جدا، المعدل العالمي من 5000 ل 7000 سرير لكل مواطن. الحاجه العجيبه الثانيه ان مساعد وزير الصحه نفسه في شهر يوليو الماضي من شهرين ثلاثه قال ان احنا عندنا حاليا نسبه حلوه جدا، الولد النهارده عندنا 10000 سرير لكن منهم 40% غير مفعل. بمعنى ايه يا فندم؟ الحاجه دي خطيره جدا، والكلام ده قالته الرقابه الاداريه في بحث لها الصحه من حوالي 6 شهور، بتقول ان لقت اسير العنايه المركزه في مستشفيات في مخازن او اسير لا تعمل. ليه؟ اسير العنايه المركزه محتاج كذا حاجه، محتاج مكان لائق به، محتاج سرير مجهز، محتاج تجهيزات زي التنفس الصناعي، جهاز الصدمات الكهربائيه ما الى ذلك، محتاج مستلزمات طبيه زي الانابيب والخراطيم والماسكات، محتاج ادويه تكون متوفره، محتاج فريق طبي مدرب، طبيب ممرضه، عمال على اعلى مستوى، محتاج ادويه متوفره. ده كله في اطار التحكم في العدوى، لان عندنا من اكثر اماكن انتشار العدوى هي العنايه المركزه. فعندنا منظومه متكامله كلها تستدعي انفاق صحي، فلوس. يا فندم وزاره الصحه السنه دي 1.3% من اجمالي الناتج المحلي للعام، نسبه لا تكفي لاي شيء. في شهر يوليو الماضي وزير التعليم العالي وقف يقول في مجلس النواب وكان معاه وزير الماليه موجود ان ما عندوش امكانيه انه يغطي. هنا الحاجه الثانيه العجيبه الملاحظه ان لما الفنانه دي طلعت تقول من يومين استغاثه، وزير الصحه طلع بيان من متحدث بيقول اصلها راحت مستشفيات خاصه ما جاتلهاش الصحه. وفي نفس الوقت اليوم مساعد الوزير بيقول عندنا 5000 سرير في الصحه طيب و4000 سرير في الجامعه، يعني ضم الخاص للصحه وبيتكلم. نعم. طيب على ذكر، بما انك دكتور مصطفى ذكرت موقف